وينضم إلينا من بغداد السيد حيدر البرزنجي المحلل السياسي عبر سكايب. سيد حيدر، مرحبا بك معنا في هذه التغطية الخاصة. يعني لا أعرف، معظم المحللين الذين استضفناهم في هذه التغطية يتحدثون عن معجزة للخروج من هذا المأزق، هل تتفق أننا نحتاج إلى معجزة عمليا للخروج من هذا المأزق؟ لا مطلقا. صباح الخير عليكم. صباح الخير يعني أنا عليك. أعتقد أنه لا نحتاج إلى معجزة، نحتاج فقط إلى قليل من الوقت حتى تنتهي هذه الفوضى، عندما تستخدم أسلحة ثقيلة مع قوات أمنية وضد القوات الأمنية. أعتقد أنها تخرج من التظاهر السلمية والتظاهر السياسية وذات اللون الواحد وذات الطابع الواحد إلى مواجهة وخلق فوضى وإلى ميليشيا تحمل سلاح بيدها ضد الدولة. أنا أعتقد أن اليوم الحكومة أمامها واجبات كثيرة وكبيرة، شهداء ودماء من القوات الأمنية. يعني لا أعرف لماذا وصل الأمر إلى هذا الحال. إذا كان السيد الصدر قد انسحب وغلق الباب، فلماذا أنصاره يحملون السلاح ويذهبون باتجاه المنطقة الخضراء؟ حتى لا يسمع، يعني حتى لم يطيعوا كلماته. الآن وأنا لدي معلومات دقيقة حقيقة، بدأ الانسحاب والهروب لهذه الميليشيات من داخل المنطقة الخضراء لخارج المنطقة الخضراء بعد سيطرة القوات الأمنية. المواجهة هي بين الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وبين الميليشيات التي حملت السلاح الثقيل والمتوسط ضد القوات الأمنية. ما هي هذه حقيقة سابقة الميليشيات؟ خطيرة. وهي تعلن نفسها أنها ميليشيات تابعة للتيار الصدري وتحمل هذا السلاح وتحمل الأعلام. على الأخوة في التيار أن يبينوا وجهة نظرهم وعلى السماحة السيد أن يمنع. وهو أعتقد قال أنا معتصم عن يعني قاطع للطعام والشراب حتى تنتهي المواجهة المسلحة. معنى ذلك أنه الأتباع لن يلتزموا بما وجههم السيد الصدر. هو انسحب، فلماذا أنتم تصرون على المواجهة مع القوات الأمنية بالسلاح الثقيل؟ هل هذا هو تعبير للديمقراطية؟ هل هذا هو اعتصام؟ ماذا ممكن أن نوظف هذه التصرفات والممارسات التي أرهبت البلاد والعباد وأدخلت الفوضى؟ استهداف المقار الحزبية، استهداف المقار الحكومية. لم تعد هذه ممارسة ديمقراطية، ولم يعد هذا حزبا سياسيا ومنتظما سياسيا ممكن الحديث معه والجلوس إلى طاولة الحوار. وما زال الإطار يدعو الأخوة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار رغم كل ما وقع. لكن أنا أقول من يتحمل هذه الدماء؟ أعتقد سوف تكون هناك إجراءات قانونية قاسية اتجاه من حمل السلاح وذهب بمواجهة القوات الأمنية. ثم من يتحمل هذه الدماء؟ الحكومة مقصرة في هذا الأمر، لأنها سمحت منذ البداية الدخول إلى المؤسسة التشريعية ثم الذهاب إلى المؤسسة القضائية. لا يوجد في العالم ديمقراطية بهذه الطريقة. إما أن تكون داخل قبة البرلمان وتكون داخل حدود الأطر السياسية والطاولة المستديرة، وإما أن تحملوا السلاح بوجه أبناء بلدكم. أنا أعتقد أنه هناك نوع من التهويل على قضية أنه نحتاج إلى معجزة. لا، ما زالت لدينا قدرة للشعب العراقي أن يمنع. نعم قد لا يتدخل الأغلب من الشعب العراقي هسه خوفا حرصا قلقا مترقبا لديه خشية مما يحصل، لكنه لن يقفون أمام هذا الحد. تعرف حضرتك العراق خاض مسارات عسيرة وكبيرة حتى يصل إلى النقطة الديمقراطية. نعم هناك مشاكل، هناك فساد، النظام السياسي يحتاج إلى إصلاح بنيوي في العملية السياسية، لكن لا يحتاج إلى حمل السلاح والذهاب. ولاحظتم حضراتكم ردود الأفعال الدولية، ردود الأفعال الإقليمية. اليوم يجب على العراق أن يكون مستقرا، لأنه المنطقة الجيوسياسي الجيوإقليمي كلها ذهب باتجاه الاستقرار. والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة بعثت برسائل متعددة إلى رئيس الحكومة المنتهية صلاحيته وقالت له عليك أن تضبط الأمر. بيان الأمم المتحدة اليونامي
كان واضح وصريح بأنه يجب إخراج المتظاهرين من داخل قبة البرلمان. ولا ننسى ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا شاهدنا مظاهر مسلحة ومحاولة لاقتحام البرلمان هناك. إذن النتيجة لا يبقى الوضع هكذا، أعتقد في ساعات الصباح الأولى سوف ينتهي هذا الصراع والسجال والجدال، وتفرض القوات الأمنية هيبتها وسطوتها على كافة مفاصل المؤسسات الحكومية داخل المنطقة الخضراء. تعرف حضرتك لدينا يعني مجموعة من البعثات الدبلوماسية، هذه أيضا تشعر بالقلق صحيح لوجود هذه المواجهات. هناك يعني حديث سيد حيدر كان أن هناك مفاوضات تجري لنوع من الهدنة عند الساعة الثالثة، تجاوزنا عمليا الساعة الثالثة هنا في الدوحة.